صفقات النادي الأهلي والجدل عليها ونجاح النادي الأهلي في حسم صفقات كبيرة من العيار التقيل، كان إيفونا وميدو جابر وجون أنطوي ويعني ناس تقيلة جدا ومعلول، ده اللي حط قال لك خلاص جماهير النادي قالت لك بس الأهلي هيكسب كل الماتشات وهيكسب كل البطولات وهيعمل كل حاجة. لا هو طبعا زي ما انت بتقول يمكن إدارة النادي الأهلي، خلينا نتكلم برضو ونبقى منصفين، إدارة النادي الأهلي في السنتين اللي فاتوا ده كنت لسه بتكلم برضو عشان الظروف الحالية اللي بيعيش النادي الأهلي، بقول إن النادي الأهلي خلال السنتين اللي فاتوا دول مقارنة بقى بما مشواري طويل مع النادي الأهلي يمكن اتعاملت واشتغلت مع 4 مدربين اجانب، وفي نفس الوقت انا كنت مدير فني مرحلتين او لمده 3 سنين للنادي الاهلي او 4 سنين للنادي الاهلي كنت مدير فني، فبالتالي بتذكر المقارنه ما بين الصفقات اللي تمت خلال السنتين اللي فاتوا دول والسنين اللي انا كنت موجود فيها. لا مجلس اداره النادي الاهلي الحالي طبعا يعني عمل مجهود كبير جدا وصفقات مميزه جدا 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 الفريق الاول النادي الاهلي، وصفقات من اللي اي مدرب طبعا بيبقى سعيد ان هي بتبقى موجوده، وفي نفس الوقت برضو كان في صفقات محليه، وفي نفس الوقت كان في بعض العناصر اللي هي زي رمضان صبحي ولاد النادي شطاره طبعا طبعا، فبالتالي فونا بالمبلغ ده شطاره طبعا. تقدرش تقول انت بعت فونا ليه؟ ما اقدرش، ولا فونا ولا رمضان ولا رمضان، يعني انا قلت بحيي مجلس اداره النادي الاهلي لان المبلغ اللي اتباع بيه فونا ورمضان صبحي اعتقد يعني لو انت حصرت مبالغ اللي اتباعت بيها لعيبه النادي الاهلي كلها في السنوات مش هيجي نفس.